راكم الاخوات كيف دايرين؟ دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا في احسن احوالكم ان شاء الله. وكما كتشوفوا في البدايه ديال الفيديو عندي لكم اليوم فيديو جديد، يعني بيتزا بشكل جديد وعلى شكل قوارب. نتمنى انكم ما تنساونيش بلي لايك وسابوني، ونبداو على بركه الله الفيديو. ونبداو المقادير. انا عندي هنايا كاس الاول ديال الدقيق، كاس الثاني، نزيدو الكاس الثالث يعني الدقيق الابيض كل نوعيه جيده، ونزيدو الكاس الرابع. وعندي هنا بياض بيضه، الصفار نحتفظو به للتزيين. عندي هنايا 4 ملاعق ديال زيت الزيتون، واحد ياغورت طبيعي، يعني قبل نكونو خلطنا البيض مع الزيت والدقيق مزيان، ونضيفو ليهم دانون، نخلطو كذلك هكا بالفوي، يعني تبعوا المراحل خطوه بخطوه وان شاء الله راه غيجيو وغيصدقوا معاكم، راه جاوا ساهلين. وغادي نزيدوا عليهم واحد شويه يعني القياس ديال الملح كله والذوق ديالو. عندي هنا معلقه كبيره عامره ديال الخميره ديال الدار مع نصف ملعقه، يعني ملعقه ونصف ديال الخميره ديال الدار، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيدة. نخلطوا العناصر كامله مع بعضياتها. وبالنسبه للماء يكون الماء دافي، نضيفوه بالتدريج على حسب النوعيه ديال الدقيق، ونحاولوا نجمعوها ومن بعد ندلكوها. هذا 10 ديال الدقائق، يعني راه كتلتصق شويه بالايادي. نقول لك تعاوني شي شويه بالدقيق، ما تقصحيهاش، غير ملي تحسي براسك انك جمعتيها شي شويه ما تكتريش ليها الدقيق. ديروا معها الخاطر ونجمعوها غير بشويه، يعني العجين راه كيجي يفتي وكيجي رطب بزاف. شوفوا كيفاش كيجي مطلوق. دابا نجمعوها هكا بقطرات ديال زيت المائده، ونلموها هكا ونغطوها بالسلوفان وشي منديل، ونخلوها ترتاح شي ساعه تقريبا على حسب الجو. ومني اختمرت ليا نخرجوا منها هذاك الغازات، نستعنى بشويه ديال الدقيق الابيض، وتقرصيها هكا على حسب القياس اللي بغيتي، يعني هكا هذا هو القياس ديالهم. خرجت 6 ديال الحبات، 6 ديال الكويرات عندي هنايا. بالنسبه للحشو، انا عندي هنايا واحد بصله قطعتها، زدت عليها شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، ونديروها هكا على النار تشحر لينا. ومن بعد ما تشحرات غادي نزيدو عليها هكا الكفته، يعني الكفته انا عندي مشرمله قبل، والحشوه كتبقى لكم يعني اللي بغيتو اللي عندكم متوفر. يمكن لكم ديروا حتى الطون، كيجي حتى هو رائع، كيجي حتى هو زوين معاها. ودابا ملي تشحرات ليا مزيان نخليها حتى تبرد، عاد نعمرو بها البيتزا.
ودابا غادي نبداو نبسطو في الكراس ديالنا. استعملوا بشويه ديال الدقيق، نحاولوا نبسطوها ما نديروهاش رقيقه بزاف. كما كتشوفوا هنايا انا غادي نحشي الجوانب بالفرماج. يمكن لكم ما ديروا حتى حاجه، غير تدوروها وصافي. مي كتجي زوينه بالفرماج، كتعطي واحد النكهه غزاله. بحال هكا نطويو الاطراف ونحاولوا نضغطوا عليها من تحت باش ما تحلش لينا، يعني حتى لو تحلات ماشي اشكال، يعني غير فرماج يعني ماشي مشكل. مهم نعطوها الشكل ديالها يكون مقاد، ونحاولون هكا نعاونو غير بالاصابع ديالنا في الجناب ونقادو الاطراف باش تجينا مقاده. هكا نجمعوها من القنيتات ونحطوها في اللاطه. على ما نساليو الكويرات كاملين وعادة نديرو فيهم الحشو. ونبقاو مكملين بنفس الطريقة الكريسات ديالنا كاملين. ودابا ملي ساليت غادي نتم ندهن بعدا الاطراف ديالها، عاد ندير الحشو ديالها باش ماشي تعذب لي ملي نبقى ندهن فيها، يعني كتبقى تمشي شي حتى الوسط باش تجيني نقيه. كما كتشوفوا انايا دهنتها بالصفار بيضه مع قطرات ديال الحليب. بالنسبه للتزيين انا عندي هنا شويه ديال الزنجلان مع بودر الخشخاش، نزينو بهم هكا الاطراف اللي معمرين بالفرماج. يمكن لكم تخلوهم هكا عادي، لا زينو باش ما حبيتو.
دابا ان شاء الله ملي ساليت التزيين غادي نبداو نعمرو فيهم. غادي ناخذ الحشوه ديالنا من بعد ما بردات نعمرو البيتزا ديالنا. بالنسبه للصوص انا عندي وجده يعني وجده قبل يعني الصوص اللي معتمد عندي ما كنغيرهاش. ان شاء الله الا بغيتوا الطريقه غادي تلقاوها في صندوق الوصف وغندير لكم الرابط ديالها. يعني هي ما فيهاش بزاف يعني سحريه وكتجي غزاله لذة منها ما كاين يعني كتجي بنينه بزاف. ان شاء الله نكونوا مسخنين الفرن على درجه تكون يكون مسخن غير شي شويه ونكونوا مشعلين من العافيه تكون متوسطه ما تكونش يعني راده لانها تكون مجهده يعني متوسطه غاده تكون مهيله شي شويه باش يطيبوا في خاطرهم. كما كتشوفوا الشكل ديالهم ملي خرجتهم من الفران جاوا روعه روعه يا الاخوات جاوا روعه بزاف. يعني كنصحكم انكم تجربوا هاد القوارب ديال البيتزا يعني جاوا غزالين وبشكل جديد ومحمرين باللون ديالهم زوين جاوا لذادين بزاف بزاف يحمروا لك وجهك قدام ضيافك. ودابا غنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده. غير ما تنساونيش بالضغط على زر سابوني وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديال وصفاتي ولايك للفيديو وتعليق وبارطاج مع احباب والاصحاب. نخليكم على خير. مع السلامه.